تفتكر لو المدرج مليان ايه الجون اللي كان هيتهز له المدرج بعنفه؟ يا نهار ابيض، وانت عضو مجلس اداره. هو في غيره؟ جون القضيه طبعا. القضيه اه طبعا، ده كان نفس الواحد يبقى كان يهد الملعب مدرج، ده يهد بلد معانا. لا طبعا، ده كان الواحد نفسه الملعب يبقى مليان في يوم زي ده. احكي لي على الجون ده وعيشته ازاي، والمباراه دي ظروفها ايه؟ لان دي بطوله مش طبيعيه. اصعب مباراه عدت عليا في حياتي طبعا. في حياتك؟ اه طبعا. انا قعدت 20 يوم قبل الماتش شبه يعني متوتر 24 ساعه، والاثاره بقى بتاعه الماتش والمساحات بتاعه اللعيبه ومش عارف، طلع من عندنا ديانج ووليد سليمان وكان صالح جمعه والزمالك طلع منه مش فاكر اوباما ومين تاني، الامور كانت كل تفصيله صغيره ومين الحكم ومين مش الحكم فكنت متابع كل تفصيله صغيره. الجو العام ساعتها كان مشدود قوي يعني. اول مره بتلعب اهلي وزمالك فاينل افريقيا، بطوله غايبه عنك من 2013، انت جاي كمجلس اداره طموح الجماهير كله جاي على وجبت الكاس. اه ده دي اليمين التاسعة والشمال العاشر. العاشر دي غلبانة، محدش لا التاسعة محدش احتفل بيها. أيوة. ولا كأننا خدنا بطولة ودية. لا لا بقى عادي. دي بالذات اتهدر حقها خالص العاشر، انما التاسعة طبعا لا يعني الفرحة كانت لا كان مباراة طبعا بقول لك تنشنة رهيبة، واحساس الواحد بتكسب بطولة افريقيا ومن نادي الزمالك وفي اجواء ملتهبة زي دي، لا كانت فرحة كبيرة. اللي جاب التاسعة مستر بيتشو موسيماني. احكي لي على محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، المشجع الكروي العنيف قوي على الترابيزة، وكابتن محمود الخطيب بيقول لكم على اسم المدرب اللي استقر عليه. شوف أنا زي ما بقول لك، احنا في القرارات الكورة احنا مفوضين الكابتن طبعا 100%. أي. قرار موسيماني قرار فيه مغامرة جريئة ومحسوبة مغامرة من الكابتن. جريئة. اه طبعا مغامرة جريئة ومحسوبة من الكابتن، انك انت اول مره مدرب من جنوب افريقيا ومن افريقيا يجي يدرب النادي الاهلي. أي. لكن قرار كان في منتهى الذكاء، لان انت كان قدامك شهر او يمكن أيام. شهر ونص. لا هو جاي اول اكتوبر تقريبا، وكنت يعني فاضلك شهر ونص شهرين، وكان فاضلك ايام على ماتش اللي هو الوداد بالزبط. اللي هو السيمي فاينل. انك انت تجيب حد حافظ الفرقه وحافظ اللعيبه بمراكزها بالحاجات دي كلها، لان ما كانش حد هيقبل ان البطوله دي تروح. خلينا نكون متفقين، هات اي اهلاوي من سنه دي لا دي منتهيه. دي لا. اه يعني دي الا دي. فطبعا كان قرار كان مغامره جريئه. والحمد لله مغامره اتت بثمارها يعني.